مساء الخير عليكم. مساء الخير أزول في الأول، والسلام عليكم. أهلا بكم إلى هذا العدد السادس من هذه الفيديوهات. نواصل دائما الإجابة على أسئلة واستشكالات الأصدقاء، واليوم نجاوب على نبدأ بالصديق سعيد ورتي. يقول: يبدو أنك قريب من فكر محمد أركون، ما رأيك فيه؟ وهل أنت ذاهب إلى أبعد مثل أبعد منه، يعني مثل فكرة الإيمان الوجداني لأحمد القبانجي الفقيه أو رجل الدين العراقي مثلا، وما موقفك من فكر القبانجي؟ شوف يا أخ سعيد، أولا أركون هو يعني محمد أركون هو من أكبر المفكرين على مستوى العالم العربي والإسلامي، وأيضا من أكبر، هو مفكر كبير يعني على مستوى، سواء على المستوى الجزائري أو المغاربي أو العربي أو العالمي أو الإسلامي أو العالمي. وأركون أكيد ماشي غير أنا، لأن جميعا كل من يشتغل في حقل الفكر الإسلامي أو في الحقل النقدي للتراث الديني الإسلامي بشكل خاص، لا بد أن يمر على محمد أركون، وما يقدرش ما يمرش على محمد أركون، لأن محمد أركون في هذا الجانب في نقد التراث يعتبر عمود أساسي ومرجعية أساسية لا يمكن تجاوزه أو المرور عليه هكذا دون تدقيق أو دون مراجعة والاستفادة من كلامه وأبحاثه في نقد النص الديني وفي نقد الخطاب الديني. وجميع، بالمناسبة، جميع من كتبوا بعد أركون استفادوا من أعماله، جميع من بالخصوص وبالخصوص بعد أن ترجم إلى العربية، بعد أن ترجمه هاشم صالح تلميذه هاشم صالح إلى العربية وأصبح معروف ومترجم. كل من جاءوا بعد أركون أو كل من كتبوا بعده حتى في حياته، كل من كتبوا بعد الخمسينيات في نقد النص الديني، وقلت وبالأخص بعد ترجمة كتب أركون، لأنه هو يكتب الفرنسية وأغلب المشارقة ما يتقنوش الفرنسية غالبا، لكن اللي جاءوا بعد ترجمة كتبه كلهم بلا استثناء استفادوا من كتاباته، وتقريبا نهجوا نهجه، يعني نهجوا نهج نتاعو في الاتجاه الذي يقترحه هو الإسلاميات التطبيقية، الإسلاموجي أبليك، الإسلاميات التطبيقية. إذن أكيد أنا أستفيد كثيرا من أركون، وما زلنا نستفيد منه وسنبقى نستفيد منه ومن غيره، ولكن من الضروري أيضا أننا ننفتح على تجارب أخرى وتجارب جديدة ومتنوعة داخلية وخارجية. هذا بالنسبة لمحمد أركون. وبالنسبة للقبانجي، أحمد القبانجي يعني هو من، وأنا أتابعه يعني، هو من رجال الدين العراقيين، وهو في الأصل شيعي على ما يبدو، ومن من درسوا في النجف، وهي من يعني المجامع الدينية الشيعية الاثنى عشرية، فهو له منهجه الخاص. قبانجي عنده المنهج الخاص تاعه، وهو بالمناسبة منسجم تماما مع فكره، لأنه القبانجي ينظر إلى الدين كتجربة روحانية عرفانية بعيدة كل البعد عن الطقوسية والكهنوتية وتحكمات الفقهاء. هذا هو الاتجاه، لا حسب ما يبدو لي، هذا هو الاتجاه اللي يتجه فيه القبانجي. إذن هي تجربة القبانجي الفكرية جديدة أولا، وجديرة بالدراسة والمتابعة، لكنها في تصوري الخاص، أتصور وأظن أن تجربة القبانجي ليس من الضروري، ماهوش ضروري أن تنسحب على جميع المجتمعات، يعني ممكن تصلح وتكون فاعلة وفعالة في المجتمع العراقي أو المجتمعات المشرقية، ولكن ليس من الضروري أن تكون بالضرورة يعني تنسحب وتنجح في جميع المجتمعات بشكل ميكانيكي يعني وبشكل آلي. ومع ذلك أنا أقول يمكننا أن نستفيد منها ومن غيرها من التجارب، يعني نستفيد منها ومن التجارب الأخرى. لكن نعود نقول وأكرر أن قبانجي جدير بالمتابعة والاستماع إليه، لأنه يقول أشياء كثيرة مهمة ومفيدة جدا. هذا بالنسبة لي، وأتمنى أن أكون أجبت الأخ سعيد، صديق سعيد ورتي.
بالنسبة لصديق مصطفى عبو يقول: كيف يستطيع أحد الألباني، مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني أو الألباني كما ينطقه البعض، وهو على ما يبدو هو الأصح النطق، يقول واحد عايش في القرن العشرين، كيف يستطيع أن يصحح كلاما، يقصد الأحاديث هنا النبوية، كيف يستطيع أن يصحح كلاما ووقائع حدثت في القرن السابع الميلادي أو الأول والثاني الهجري؟ يعني كيفاش يقدر واحد؟ شوف، هذه قضية مرتبطة بعلوم الحديث، وهذا موضوع يطول شرحه، ألباني أو غيره، يعني مش غير هو فقط، جميع المحدثين والحفاظ والمتخصصين في المجال تاع الحديث هما عندهم منهجية خاصة بهم في تصحيح والتدقيق والحكم ونقد الأخبار والآثار والنصوص الدينية. هذه ربما نعود نرجع لها هذه المسألة بالتفصيل عندما في سلسلة القرآنيين، لما نتكلم على القرآنيين في سلسلة من الفيديوهات راح نتكلم على هذه النقطة بالتفصيل. لكن الشيء اللي حابب تقوله لك الآن هو أن الألباني أو غيره من المختصين في الحديث هم لا يحكمون على الكلام بالمناسبة، هم غالبا يحكمون على السند، لأن غالبا محتوى الكلام يهمهم في بعض الأحيان، لأنه أحيانا المتن يكون فيه تعارض مثلا مع القرآن أو كذا، فيسقطونه بسبب مناقضته أو معارضته للقرآن. ولكن غالبا المحدثون، ومنهم ناصر الدين الألباني وهو متمكن بالمناسبة في مجاله، باعتراف المختصين، يعني ماشي أنا اللي نعتبرني، يعني مانيش مختص في الحديث، ولكن المختصون في مجاله يعترفون له بتمكن في الرسوخ في هذا المجال، مجال الحديث، علم الحديث بشكل خاص. ولذلك هو الحكم نتاعو على السند، غالبا هو يحكم على السند، كي يقول لك يصحح الكلام أو يصحح الحديث، يعني يصحح السند، يحكم السند تاعو، لا شين دو ترانسميسيون، السند الذي وصل إلينا به ذلك الحديث، هو يحكم على رجال السند، ما بينهم من علاقات، تعاصر متعاصرين مش متعاصرين، هل يتصفون بالثقة والضبط أم أنهم مش موثوقين، وإذا كانوا مش موثوقين لماذا، ما هو العنصر القادح في ثقتهم، هل ما هو العيب اللي فيهم، مثلا الضبط، هل هم ضابطون يعني يحفظوا مليح ولا ينساوا، ولا ضبطهم ضعيف مثلا. هذا هو المجال اللي يخدم فيه غالبا المحدثون ومنهم الألباني. قلت سأرجع بالتفصيل في هذه النقطة في سلسلة القرآنيون. بالنسبة للسؤال الثاني، كيف يمكن أن نسمي كل ما وقع قبل الإسلام جاهلية؟ هذا كلام سيد قطب والمودودي. أنا يعني شخصياً، أنا بالنسبة لي الجاهلية هي كل ما هو ضد العلم، هي الجهل. الجاهلية هي الجهل، ما يش حاجة واحدة أخرى. لكن المودودي وسيد قطب يجعلون الجاهلية كل ما هو مخالف للإسلام، مخالف يختلف، يعني كل ما يختلف عن الإسلام أو يختلف مع الإسلام بالنسبة للمودودي وسيد قطب يعتبر جاهلية. وأنا لا أتفق تماماً مع هذا المعنى، ما أتفقش معه. وطبعاً هذا هنا رانا ما راناش مختلفين في هذا النقطة. ولكن لما أيضاً في سلسلة الحاكمية نرجع إلى موضوع الجاهلية بالتفصيل، نناقشه بالتفصيل. فيقول أنا وعدت بلي ندير سلسلة حول الدولة والدين ومسألة الحاكمية عن سيد قطب، ونناقشها بالتفصيل كما وردت في النصوص، ونجيب كل الأدلة في هذا الموضوع. إذن هذا بالنسبة لي المسألة، أو بالنسبة لي صديقنا مصطفى عبد. صديق اللي يسمى روحه محمد علي يقول: هل من الضروري أن ترتبط الأخلاق بالدين؟ وهل من الضروري أن المجتمع الذي لا يملك دينا هل بالضرورة لا يملك أخلاقا؟ طبعا أنا هنا لابد أن نوقف وقفة عند هذا الموضوع، لأن الدين والأخلاق، الدين والأخلاق، يعني مش ضروري. أولا الأخلاق لا توجد في الأديان فقط، الأخلاق موجودة في الأديان وموجودة خارج الأديان وموجودة حتى قبل الأديان، وستبقى موجودة حتى بعد الأديان، ولو انتهت الأديان ستبقى الأخلاق موجودة. لماذا؟ لأن الأخلاق بالدرجة الأولى هي إنسانية،
الأخلاق هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى. والخلاصة على الأخلاق ما هي؟ الخلاصة على الأخلاق هي القيم اللي يقدروا يتفقوا عليها كل البشر، هي الحد الأدنى من القيم، من القيم التي تضمن التعايش بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم ومناهجهم الفكرية ورؤاهم الفلسفية وعلى اختلاف أديانهم ومذاهبهم وعقائدهم. إذن على اختلافهم، على اختلافهم هذا هذا القدر، الحد الأدنى الذي من القيم الإنسانية الذي يضمن التعايش بين البشر على على اختلافاتهم وتنوعاتهم، هذا القدر الحد الأدنى هو الأخلاق، هو الأخلاق اللي يسموها اللي نقدروا نسموها أخلاق، واللي غالبا يتفقوا عليها البشر، غالبا يتفقوا عليها البشر ونلقاوها بين البشر. يعني ما كانش ما تلقى حتى مثلا شعب يحب العبودية ويكره الحرية. الحرية من الأمور اللي كل الشعوب قيمة، هي قيمة سلوكية وأخلاقية يعني تعشقها جميع الشعوب. ما كان ما تلقاش الشعب يقول كان ما نحبش الحرية، نحب نكون عبد، ما تلقاش هذه، ما تلقاش. أنا ما نظنش تلقى إنسان في العالم يحب يقول كان نحب كي تكذب عليا. كل الناس يحبوا ما يحبوش اللي يكذب عليهم، فالكذب نظن كحد أدنى يتفق عليه البشر. يعني هناك حد أدنى من الأخلاق يتفقوا عليها البشر، وهي الأخلاق الإنسانية. والحد الأدنى أيضا من الأخلاق اللي يتفقوا عليها البشر مذكور ومؤكد ومقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يذكر جانب مهم جدا من هذاك الحد الأدنى اللي قلنا عليه من الأخلاق الذي ينبغي أن يتفق عليه البشر، أنه كل البشر عندهم حق في 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 التعبير، عندهم حق في المعتقد تاعهم، عندهم في حرية الاعتقاد، في حرية التعبير، عندهم حق أن تحترم خصوصياتهم الثقافية واللغوية مثلا والدينية والفكرية وغيرها. يعني هذه كلها ما هو مما هو موجود ومذكور بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، طبعا موجود، وهو يمثل هذا الحد الأدنى جزء كبير، يمثل جزءا كبيرا من هذا الحد الأدنى من الأخلاق الذي ينبغي أن يكون محل اتفاق عند جميع عند جميع البشر. وهذا الحد الأدنى كما قلت ما تلقاش فيه اختلافات من ثقافة إلى أخرى ومن دين إلى آخر ومن شعب إلى آخر، غالبا تلقى جميع الشعوب تتفق. وتقريبا هذا هو المعنى اللي تقريبا اللي قال عليه اللي مذكور في لما يقول القرآن يا أيها الناس يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني إلى حد أدنى نقدروا نتفقوا عليه أنتم وإحنا نتفقوا عليه ونسيروا عليه مع بعض. لكن تبقى بالنسبة لقضية الأخلاق تبقى أمور أخرى يجب أن نشير إليها، وهي يعني انه احنا عندنا مشكله في الـ في الـ في الـ في الواقع تاعنا، عندنا مشكله وهي انه الاخلاق عندنا يغلب عليها طابع النفاق. يعني الامور الاخلاقيه عندنا غالبا لا تذكر، لا ما نتكلم، مسكوت عنها، يعني مسكوته ولا تتكلم عنها، هي نوع من الطابو والممنوع، ويدخل فيها بزاف النفاق في 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 مجتمعاتنا. يعني مثلا عندما بتكلموا مثلا عن الشرف، مثلا قضية الشرف مش معنى مطلق الشرف، مثلا نقول لك الشرف وش هو الشرف، الشرف ماهوش معنى مطلق وماهوش حقيقة واحدة ثابتة، وإنما هو المعنى تاع الشرف تلقاه يختلف من مجتمع إلى مجتمع على أساس أنه منتوج تاع نسيج محلي من مجموعة من العناصر المحلية اللي تخضع لقانون الاستهلاك المحلي في كل منطقة، وأيضا قانون اللي هو يعني نسيج محلي ونسبي كما قلنا. مثلا قضية الشرف، وكي نقولوا الشرف يعني هو نموذج من نماذج الأخلاق بشكل عام، يعني نموذج أخلاقي. مثلا احنا عندنا مثلا شرف في مجتمعاتنا يتلخص في صيانة الأعضاء التناسلية مثلا. يعني احنا بالنسبة لنا شرف أنك تصون أعضاءك التناسلية ذكورية وأنثوية، يعني لما تكون الأعضاء التناسلية مصانة فنحن نعيش ونتحرك في دائرة الشرف، الباقي مهمش. مثلا يقدر الإنسان يرتكب في المجتمع تاعنا يرتكب كل الموبقات الموجودة في القاموس تاع الرذائل تاع العالم كله، يرتكبها من ألف إلى الياء، يرتكب كل الموبقات هذه
ولكن إذا بقات الأعطاء التناسلية الموجودة في الدائرة اللي هو واقعة تحت السلطة تاعو مثلا في العائلة تاعو بشكل خاص، إذا بقيت هذه يعني مصونة وغير ولم يصل إليها أي شيء يمس أو يمس بها، هنا يقعد هذا الإنسان يبقى شريف حتى ولو كان مختلس، حتى ولو كان مرتشي، حتى ولو كان دخل البرلمان بالدراهم بالمراير شرى بلاصة في البرلمان هو ولا هي، حتى ولو أنه يدفع رشاوي في الجمارك في الأدوان، يدفع رشاوي في البور، يدفع رشاوي في كل مكان باش يسلك المليارات تاعو، حتى ولو يشري ذمم الناس، يشري لي تيمونياج في المحكمة مثلا باش يسلك ولده ولا واحد فاميلته من قضية مثلا تاع مخدرات أو تاع قتل أو أي شيء، هذا كله لا يدخل في الرذائل عندنا، يبقى يدخل في دائرة الأخلاق، ما دام بشرط أنه هذاك الإنسان برك لا يكون معروف عنه أنه مثلا يعني يسكت في حالة المساس مثلا بشرفه، وإحنا قلنا الشرف هو صيانة الأعضاء التناسلية، هذا هو تعريف شرف عندنا داخل العائلات أو داخل العروش أو داخل القبائل أو العروش أو لي تريبو، يعني قبائل بمعنى لي تريبو، ما يفهموش ثاني منطقة، ما نقصدش منطقة القبائل. إذن هنا تبقى شريف إذا كان الحرم نتاعك يقعد معصون والأعضاء التناسلية داخل العائلة والعرش نتاعك يبقاو في داخل دائرة الصيانة، فأنت تبقى شريف 100% ولو درت مليار حاجة يعني بين قوسين شيطانية، يعني غير 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 متفقة مع الأخلاق. مثلا السرقة عندنا عادي، سرقة واحد داوي نافيغي شاطر سراق قال لك نافيغي، في المصريين يقول لك يقضي مصلحة، يسرق معناها يقضي مصلحة، المصريين يقول احنا نقولوا نافيغي او نافيغي، الفساد الرشوة القتل سفك الدم سفك النصب والتحايل والغش مثلا في رمضان مثلا في السلعة وكاع الغش والنصب والتحايل، يبيع لك مقطفة هي يبيعها لك على انها قطايف وهي مقطفة، يبيع لك سردين فاسد، يبيع لك معلبات فاسدة، مهم لانك على بال رمضان وانت تشري راك جيعان وتتشهى وتشري، ما يهموش، هذه كلها ما تدخلش في دائرة الاخلاق، هذه ما عندهاش علاقة بالاخلاق، هذه كلها هذه شطارة، هذه واحد شاطر يعرف ينافيغي، يعرف يسلك راسه ويدبر دراهم الى اخره، المحسوبية بن عميس كما نقولوا احنا لبن عميس، والتحايل على اوقات العمل، يقول لك انا كل يوم نمشي في القطار نسمع الناس يقول له واش تخدم، انا خدام اوكي صح واش على زوج واش نهرب لهم يا رب على زوج، هو خدمته على الربعه حتى الربعه كاين هو على زوج واش نهرب، في دماغه في ذهنيته في التركيبه الذهنيه تاعو هذا الموضوع ما عندوش علاقه بالاخلاق، ما عندوش علاقه نهائيا بالاخلاق، والاخلاق كي تروح تمسلو اخته ولا مرته ثم الضوء الاحمر تاع الاخلاق يشعل ويبدا يخدم، اما لما هو يقول انا نخدم حتى الربعه صح انا نهرب على الزوج ونص نهرب، ما ماشي ما نبقى في رمضان، خاطر كان في رمضان نقول رمضان يخرج بكري، ولكن حتى في الافطار يهرب، ولهذا الادارات سايبه ومصالح الناس سايبه، وهذه الامور ما عندهاش علاقه بالاخلاق، هذه الامور ماشي ما كاينش اخلاق وما عندهاش علاقه بالتحايل على اوقات العمل، عدم اداء العمل كما يجب، ولا واحد يخدم خدمته كما لازم، البلومبي يخدم ربع خدمه، الخباز كيف، النجار كيف، ولا واحد الا في الممرض الطبيب، ولا واحد ما يخدم خدمته كما ينبغي. هذا كله يعتبر قفازه وشطاره، خاطر شاطر قفاز محلب هو يفهم يعرف كيفاش يتحايل باش يدبر مصالحه على حساب الاخلاق اللي هو ما يعتبرهاش اخلاق، وبالنسبه ليه ماهيش اخلاق. يقول لك مثلا راهو نافيغي او نافيغي على روحه، يعني راجل ويعرف صلاحه قادر على شقه، واذا راح للحبس في الثقافه الشعبيه يقول لك حبس للرجال ماشي مشكله، دوك مير مثلا مير راهو يسرق، وزير راهو يسرق، هما غالبا ما يصرى والو، لكن هذو الصغار كيما الوزاره ما كانش وزير داوه الحبس على جال سرق، ولكن المير يقدروا يضحيوا بمير ماشي مشكل، يدوه سرق يدوه الحبس، لكن في النهايه الحبس للرجال وراه المشكل، الثقافه الشعبيه تقول لك الحبس للرجال، اذا هو راح للحبس اذا هو راجل. يعني يقدر واحد يموت وهو يغني ويشطح مثلا اذا اقتل زوجته وقطعها اطراف وحطها في شكاره ورماها في البحر بسبب انه لقاها مع واحد اخر مثلا، هنا يدير عجز لانه هنا راهو حافظ على الاخلاق تاعو وحافظ على الشرف تاعو، او دار حاجه وهنا اللي يسموها جرائم شرف، ولهذا في الاردن في المشرق وربما حتى عندنا تاخذ حكم مخفف جدا، يذوك هو الشرف تاعو قتل على جال الشرف تاعو، يعني ماشي مشكل، ما يعني ما نديرو له والو وماشي مشكل،
حتى ولو ربما هو ما عندوش دليل، هو ما بالك ما شافهاش زوجته، بالك جاتهم معلومات، بالك ناس كذبوا عليها، بالك ناس كذبت نميمه، ربما كاين ناس يديروها بزاف هذه، يديروا النميمه في حق بنات الناس، وانا شفت امثله كثيره من هذا النوع، يديروا النميمه في حق بنات الناس ونساء تاع الناس ويوصلوا كلام، ويقدر الرجل هذا توصل يوصلوا كلام على زوجته ولا بنته يقتلها، يقدر يقتلها، بالخصوص اذا كان يعني دمه شويه حامي راح يقتلها وارتكب جريمه. هو بالنسبه ليه غسل شرف تاعو، يعني غسل شرف تاعو، وكان القضيه يعني اذا هذه هي الاخلاق عندنا، وهذا هو الشرف عندنا، وحتى الشعر العربي بكري، وهذه ذهنيه قديمه وحنا وارثينها، يقول لك لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. إذن الشرف مربوط بالدم في الثقافة من بكري، من قديم الزمان في ثقافتنا الشرف مربوط، والأخلاق الشرف والأخلاق عندنا من بكري مربوطة ليس بالعقل والمصلحة، بل مربوطة بالدم والعنف، وهذا ما يعرف كما قلت في المشرق بجرائم الشرف. إذن الشرف عندنا هو خاص بالجسد فقط، بمنطقة الجسد فقط، وهو أمر محرم كما هو معروف، الجسد الثالوث، ما يتعلق بالثالوث المحرم، الجنس والسياسة والدين. إذن الموضوع متعلق بال، أما شرف العقل إحنا ما نعرفوش، إحنا نعرفو شرف الجسد، بس ما نعرفوش شرف العقل كيف يكون، خاطر هو يقول لك كيفاش العقل عنده شرف، العقل ما يتزوجش، العقل ما يقدرش يزني مثلا مع وحدة برانية، بزيد العقل ماشي أنثى، إحنا ما نخافوش على شرف العقل، بس كيفاش العقل ما عندوش عضو تناسلي أنثوي، ما نقدروش نخافوا عليه على الشرف تاعو، ماشي مشكلة، دونك شرف العقل إحنا ما عندناش. والعقل ما يقدرش يتزوج، وما يقدرش يدير علاقات تعزينة مثلا، او علاقات غير جنسيه غير شرعيه، وزيد العقل ماشي انثى، وما يقدرش، العقل ما يقدرش ينجب في الحرام، العقل ما يقدرش يجيب لك ولد حرام، يجيب لك ولد حرام بين قوسين طبعا، لانه هذاك فيها كلام ثاني، ولد حرام بين قوسين، خاطر الناس يقولوا ولد حرام، ما يقدرش يجيب ولد حرام ايضا. اذا العقل، ولهذا ما عندوش شرف، احنا شرف العقل ما نعرفوش شرف العقل. المتدينين مثلا احنا، ولهذا تشوف احنا عندنا الناس اللي كبار المتخلقين اللي يتكلموا عن الاخلاق والشرف وكاع، هما كبار الحجاج اللي يكون عم يروحوا حجوا ويعتمروا، وهما في نفس الوقت كبار البزنسيه وكبار الملاك وكبار الغشاشين والنصابين والمحتالين وكبار المرتشين، وهما في نفس الوقت كبار الفاسدين وكبار المعتدين على الحريات تاع الناس، والمعتدين على حرمات البلاد والعباد والدولة والمؤسساتها، والمعتدين على الحريات وعلى كرامة المواطن، هذو هما نفسهم اللي كل عام يروحوا للحج وكل عام يروحوا للعمرة، وهما نفسهم الان مثلا نشوفهم، هما نفسهم الان اللي يدعيوا الى شواطئ اسلاميه او شواطئ يعني مانيش عارف كيفاش الناس يروحوا يعوموا باللبسه تاع الصوف، ولا ما على باليش كيفاش لازم بالنسبه لهم يروحوا الناس يعوموا، لكن هما نفسهم اللي يدعيوا للاخلاق، واللي دايرين واللي حاصلين على درجه حاج فما فوق، او معتمر فما فوق. اذا يطبقوا هذا الشرف المتداول، كلهم يحجوا ويعتمروا كل عام، وتلقاه غير يدخل البرلمان، غير يدخل البرلمان يطلق المراه او يزيد عليها، او يعاود يتزوج، غالبا يجيب واحده صغيره 20 طون 18 طون، هذيك باش طبعا مادام راهو في البرلمان، اذا باش يفتخر بها، يعني في المناسبات الرسميه في لي ريسبسيون وين يحضروا لي ديبوتي ورؤساء الاحزاب الى اخره والسفراء وهذاك، ويديها خاطر مرتو باش تبان صغيره يعني زوجته، ولعل وعسى كاش ما تبان له افير ولا كاش ما راك تعرف، يعني كل واحد باش يمشي اموره، يعني مشي حالك كما يقولوا في المشرق، مشي حالك. ومن بعد يدخل في الاحتيال والنصب على الناس والغش في الرشاوي، ودعم عجلة الفساد، وكل ذلك طبعا بالفتاوى، كل ذلك بالفتاوى، كما كانوا حنا عندنا كانوا يقولوا بلي مثلا المساكن تاع لاكناب حرام، شيوخ الدين تاع الاخوان والنهضة وغيرهم في الجزائر، كانوا يقولوا للناس في الجوامع بلي المساكن تاع لاكناب لي بروجي دو لوجمون دو لاكناب il est interdit religieusement parlant d'en bénéficier، يعني ممنوع شرعا حرام تستفيد من سكنه تاع لاكناب. لماذا؟ قال لك لانه فيها الربا، ولكن تحت البرنوس هما اللي بدا كيبدا لاكناب توزع السكنات، هما كانوا اول المستفيدين، هما كانوا المستفيدين، وكانوا يحرموا على الناس في الثمانينات، كانوا يحرموا لا بارابول لونتين بارابوليك، يعني الهواء المقعر يحرموه، لانه يجيب قنوات طليانيه واوروبيه زعماك فيها الجنس وفيها هذاك، ولكن هما الاولين اللي داروها في ديورهم، هما الاولين اللي داروها في ديورهم، كله بما يرضي الله بالفتاوي تاع القرضاوي وامثاله.
إذن وهذا الناس تلقاهم هم الأولين، وهذا الناس تلقاهم، وهذه النوعية من الناس تلقاهم هم الأولين في الجوامع، في الجوامع ما يفوت ما تفوتوش أنت لصلاة الجماعة، ما تفوتوش للصف الأول، ما تفوتوش للجمعة، ما تفوتوش للحاج، ما تفوتوش للعمرة إلى آخره. وأيضا تلقاهم هم الأولين أيضا في علب الليل، في كاباغي، في بوات دو نوي، هما ثاني الأولين، تلقاهم يجوا على بالك عاد 5 على 6 يروحوا، يجوا هما الأولين، هما آخر أول من يأتي وآخر من يذهب، تلقاهم في الشواطئ. طبعا هما هنايا في البرلمان يطالبوا بشواطئ بشواطئ تاع البوركيني وشواطئ الحجاب وشواطئ مانيش عارف واش، ولكن هما كيروحوا صيفوا، يروحوا يصيفوا في شواطئ تركيا، شواطئ اسطنبول الى اخره، شواطئ تركيا اللي طبعا هي شواطئ يعني مؤمنه وتقيه، احنا نعرفوا شواطئ تركيا كيف دايره، وكاع العالم السياح اللي يجوا ليها اللي يجوا ليها في العالم، الشواطئ العاريه يعني بين قوسين العاريه، يروحوا يتمتعوا فيها، وهنا يسربيوا للشعب الشواطئ يعني يسربيوا للشعب الخطاب الديني، يعني خطاب الاخلاق الدينيه. إذن هذا كله نفاق، هذا كله نفاق. الشرف ماهوش مجرد كما قلنا حنايا صيانة العرض وصيانة الأعضاء التناسلية، والأخلاق ماهيش مجرد قوالب سلوكية شكلية أو بروتوكولية ونفاقية كما كنت نقول، الأخلاق هي أكبر من هذا بكثير، الأخلاق هي شيء مركب من عدة عناصر. اولا العمل نحو الاحسن، تخدم خدمتك، هذا هو اساس الاخلاق، تخدم خدمتك، تكون اولا تكون في المستوى تاع خدمتك، وثانيا تخدمها، وثالثا تخدمها كما لازم، ودائما تعمل تحسن العمل تاعك مهما كنت، كان ناس ولا طبيب ولا نجار ولا مهما كان، ولا مدرس ولا معلم، مهما كانت خدمتك. وايضا تنقد الذات تاعك، تراجع نفسك باستمرار، تنقد الذات تاعك انطلاقا من الشعور بالمسؤوليه، وايضا ان يكون عندك ايضا فرق واضح، أن يكون هذا هو أساس الأخلاق، أن يكون عندك فرق واضح بين وجودك وعدم وجودك في الحياة. بتعبير آخر، لازم وجودك في الحياة يكون إضافة، يكون إضافة للحياة، هذا هو أساس الأخلاق اللي يعمل به العالم، وهذا هو أساس الأخلاق اللي قايم عليه الثقافات والشعوب تاع العالم، واللي نجحت به دول العالم والشعوب شعوب العالم. لازم وجودك في الحياة يكون إضافة إيجابية لها، وجودك في الحياة يكون خير من عدمك، وخير من انسحابك منها ومن عدم وجودك. وإذا أردت، إذا حبيت تعرف إذا كنت أنت عندك أخلاق ولا ما عندكش، أسأل نفسك هذا ما كان، أطرح على نفسك هذا السؤال، أقول وش ماذا فعلت ليكون واقع الإنسان، كل إنسان ليكون واقع الإنسان أحسن مما كان، هذا هو وش درت أنا باش واقع الإنسان يكون أحسن، كل الإنسان ماشي أولاد الشعب تاعك، أولاد كل العالم، كل كما يقولوا المغاربة عباد الله كلهم كامل في العالم، كل إنسان ما وش درت أنا حتى يكون واقع الإنسان أحسن مما كان عليه قبل ما نكون أنا في العالم، هذا هو أساس الأخلاق. إذا نبني الأخلاق على هذا الأساس نقدر ننجحوا، أما إذا نبقاو في الدوائر تاع النفاق لننافقوا بعضنا، وهذا نديروا شيء في الضوء وفي الظلام نديروا العكس، ونصدروا للناس خطابات الدين وخطابات الأخلاق النفاقية والبروتوكولية، فهنا راح نبقاو في الحضيض، وراح نبقاو في الدائرة المفرغة، في الحلقة المفرغة، وما ننجحوش وما نتطوروش. إذن نتوقف عند هذا ونكمل البقية في الحلقة المقبلة. شكرا وإلى اللقاء.